ديسك للإعلام والذي ينظمه مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية يعد الحدث الأكبر والأهم والذي ينتظره الشباب العربي بشكل عام والشباب المصري والسعودي على وجه الخصوص، ولأول مرة يقام في القاهرة. اليوم في المنتدى نحاول أن نناقش معا هذه الأمور، وأهداف المنتدى تتمثل في رفع الوعي لدى الشباب العربي بالأدوات والمهارات الإعلامية اللازمة لتطوير قدراتهم، المساهمة في تحقيق ريادة إعلامية أو ريادة في المحتوى الإعلامي في المنطقة العربية، تسريع نقل المهارات للشباب، استكشاف الفرص المتاحة أمامهم، وهذا يتجلى عبر 10 ورش عمل موجودة اليوم تناقش صحافة الهواتف الذكية، بتناقش إعلام الأزمات، تناقش عدة مواضيع. أيضا لدينا اليوم 8 شركات ناشئة من السعودية ومصر والأردن، الثمان شركات هذه أصحابها شباب أنشأوها مؤخرا، يعني بعضها لم يتجاوز عمرها 3-4 سنوات. اليوم نعطيهم الفرصة لأن يلتقوا بالمهتمين بالشأن الإعلامي ليعكس لهم نظرتهم ورؤيتهم لمستقبل الإعلام، وكذلك اتاحت الفرصة لهم في عقد أي اتفاقات أو الوصول إلى حلول مشتركة مع نظرائهم. كل هذا التفاعل نرى له في مؤسسة مسك الخيرية بأنه تفاعل إيجابي وزخم إيجابي، نتمنى أن تعم الفائدة منه على جميع الشباب في المنطقة العربية. بلا شك مؤسسة مسك تقوم بواجبها ودورها في دعم المبادرات كلها حقيقة المتعلقة في الشباب والمتعلقة في المجتمع، وهي مؤسسة غير ربحية، ولكن هذا هنا يثبت الدور المهم والإيجابي للمؤسسات غير الربحية في المجتمعات، وهذا نلمسه في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة مسك، وأيضا نلمسه اليوم في حضورها العربي من خلال منتدى مسك في القاهرة. ونعتبر دائما أن لا فرق بين الرياض والقاهرة، والحضور أيضا الذي رأيناه في هذا المنتدى والذي جمع الكثير من الأخوة المصريين من كافة الفئات وأيضا من السعوديين وأيضا من الجنسيات الأخرى يثبت ويؤكد حقيقة بأن الترابط والتعاون والعلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين متطورة للغاية، وهذا يعكس أيضا التاريخ الطويل والكبير الذي يجمع بين البلدين. المؤتمرات بالشكل ده بتبقى تناقش الحالة الإعلامية أكتر ما بتبقى تقدم نماذج نجاح، لكن زي ما بيقولوا كده كل يبحث على ليلاه، يعني من يريد أن يجد في العناصر التي تتواجد في منتدى بهذه القيمة بهذا الحجم يمكن أن تكون حافز نجاح لهم باعتبارهم يبحثون عن شيء ما عند هؤلاء الناس. بالنسبة لمنتدى بهذا الشكل في هذا التوقيت، أتصور كإعلامي مصري أولا أن أنا أكون سعيد جدا أنه مؤسسة زي مؤسسة مسك تختار القاهرة مقرا لإنعقاد منتدى إعلامي بهذا الحجم، وبالعكس قد يكون هذا المنتدى هو انطلاقة حقيقية لمنتديات التي تهتم بالإعلام في هذا التوقيت. الحالة الإعلامية العربية تحتاج كثير من النقاش في ظل التحديات مطروحة دلوقتي إقليمياً ومصرياً وغير ذلك. أنت عارفة في تحالفات سياسية وتحالفات سياسية مضادة، وأصبحت لغة الصراع الحقيقية أو الزراع الحقيقي أصبحت هي الكاميرا، وأصبح هو الميكروفون مش الدبابة والصاروخ رغم أهميته. فالحالة الإعلامية تستوجب نقاشات زي اللي احنا شفناها في منتدى مسك للإعلام اللي موجود في القاهرة، وبناقش هذا الكم من التحديات المطروحة إقليمياً وعربياً. مصر تحتاج، السعودية تحتاج، كل العالم العربي وكل دولة عربية تحتاج أن يكون هناك منتدى. أهمية هذه المنتديات أنها تجمع أولئك الذين مناط بهم أن يفكروا، فنلتقي لنفكر ثم نتباحث، ما احناش أصحاب قرار سياسي، نقدم رؤيتنا
لأصحاب القرار السياسي إذا كانت هناك إرادة سياسية لمن يريد أن يحل أو ينجز منظومة إعلامية ناجحة، هياخد بالآراء اللي احنا بنقولها في هذه المنتديات، واللي مش عاوز على كيف. الحقيقة أنا سعيد أن أكون على MBC مصر، وأتشرف بوجودي على هذه القناة الرائعة اللي امتداد MBC المجموعة ككل، شرفت بالعمل فيها في فترة من فترات حياتي العملية، فشكرا لكم على الاستضافة. أيضا بالنسبة لمؤسسة مسك الخيرية ومنتدى الإعلام في مصر، الحقيقة عمل رائع وجبار وجهد مميز، يعني فريق عمل خلية نحل تعمل خلال 24 ساعة. الحقيقة اختيارهم لمصر، الحقيقة مصر هي قلب العروبة النابض، في شيء في داخلنا يجعلنا دائما نحب مصر. طبعا حب مصر ده شيء أساسي في كل العالم العربي، والسعودية على وجه التحديد هناك علاقة أزلية قديمة بين المملكة العربية السعودية، وعلاقة إن شاء الله مستمرة للأبد بإذن الله، رغم من يحاول يعكر صفو هذه العلاقة في بعض الأحيان، لكن تظل الثوابت دي من ثوابت السياسات سواء في مصر أو في السعودية، العلاقة الطيبة بين مصر والسعودية. إحنا الآن في محفل إعلامي تزداد فيه المعرفة بأشياء كثيرة، خصوصا في التوجهات المستقبلية والحلول المستقبلية لصناعة الإعلام وصناعة الإعلان بالنون. طبعا أنا متخصص أساسا في مجال الإعلان. المحاضرة أو الندوة اللي كانت تتم بخصوص اقتصاديات وسائل الإعلام بشكل عام بأطرافها الأساسية وأطرافها المتفرعة أو الأطراف المساندة لهذه الصناعة. الحقيقة طبعا MBC كمجموعة هي مجموعة رائدة ومستمرة، لكن الحقيقة المحاولات الأخرى اللي سواء كانت في السعودية أو في مصر تعاني كثيرا بخلاف MBC. MBC مشيت على التراك من البداية very professional، احترافية عالية، مهنية زيادة عن اللزوم، فبالتالي لم تطرأ عليها أي انقلابات في السوق أو السياسة أو شيء زي كده. العلاقة بين الإعلام والرياضة علاقة تكاملية وليست تضادية. الرياضة تحتاج الإعلام، والإعلام يحتاج أحداث يركز عليها، لكن لابد أن ترتكز على أسس صحيحة، على إثارة تحترم الإثارة اللي مختصة بكرة القدم، لتحترم عقلية المتابع والمشاهد، وليست إثارة البرامج اللي تعتمد على عدم احترام الضيوف أو تداخلهم بشكل غير جيد فيما بينهم، لأنه المتابع اليوم طفل صغير، والمتابع اليوم شاب مراهق، والمتابع مفكر ومتخصص، بالتالي لابد مراعاة هذه الجوانب حتى تنجح رسالتنا، ولابد وجود رسالة سامية لنا جميعا وخصوصية في عملية تقديمها بين جهة وأخرى. حضرتك أشرت أيضا لنقطة مهمة، في أكيد مسؤولية على اللاعب أنه يظهر بشكل معين في خلال من خلال المنصات الإعلامية، فعايزين نلقي الدعاء. اللاعب لابد عليه الاهتمام بالسلوك وبالمظهر وبالمفردة وباللغة اللي يوجهها والرسالة، ولا يتحدث عن أي شيء، لأنه خطورة وسائل التواصل الاجتماعي مهمة، وأن يحيط نفسه بفريق عمل قادر على إعطاء النصيحة المناسبة، ولا يكتفي بما يملك من علم أو ثقافة. عملية التطوير، عملية الاطلاع المستمر في عصر التسارع مهمة جدا، وعملية التمكين، القرب من الجمهور، التواضع، كل هذه العوامل تقرب الرياضي وتنعكس عليه حتى بعد اعتزال كرة القدم، وتحضير نفسه بشكل جيد في سن مبكر لما بعد الاعتزال، ممكن يكون في الإعلام، ممكن يكون في التحليل، ممكن يكون في الاستثمار. المنتدى فعلا بيجمع كل النوابغ الإعلامية العربية للتدارس والتباحث في حال الإعلام العربي، والموضوع ليس قاصرا على الإعلام النمطي اللي هو المرئي والمسموع والصحفي، ولكن امتد أيضا إلى الإعلام الإلكتروني أو الإعلام الرقمي، وتجاوز أنه لابد أن يكون هناك ما يسمى باسم التسويق في المجالات الإعلامية المختلفة، سواء كان الإعلام السياسي، الإعلام الرياضي، الإعلام الاجتماعي، وشايف أن ده يعني تجمع محترم يليق بكل الإعلاميين العرب على أراضي مصرية ومع الشراكة السعودية، فده حاجة طبعا حاجة مهمة جدا، ونتمنى أن كل التوصيات اللي بتخرج عنها تلك الجلسات في مجالات الإعلام المختلفة أنها تبقى محل تنفيذ.
يشارك في المنتدى نحو 45 متحدثاً من 12 دولة مختلفة لتبادل الخبرات من خلال جلسات نقاشية مفتوحة وورش عمل. قدمت ورشة عمل عن صحافة الهواتف الذكية، أو خلنا نسميها المصطلح العالمي صحافة الموبايل، يسموها موبايل جورناليزم اللي هي موجو اختصارها. في هالورشة تحدثنا عن تعريف صحافة الموبايل، نشأة صحافة الموبايل، كيف امتدادها من خلال وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام الجماهيرية من بداية الصحافة، إذاعة، تلفزيون، إنترنت، كيف تفرعت، من يمارس هذا العمل الصحفي، هل هم الأفراد، هل هم المؤسسات الإعلامية. بعد كذا تطرقنا إلى موضوع الخصائص، قيم الصحافة في مجال صحافة الموبايل. القيم الإعلامية هي واحدة تطبق في جميع وسائل الإعلام، لكن في صحافة الموبايل بما أن المواطن هو يقوم بإنتاج المواد الإعلامية، كيف يمكن أن يمارس عمل مهني في ظل فضاء رقمي مفتوح. كذلك تطرقنا إلى موضوع المعدات والتطبيقات، كيف تساهم هذه المعدات والتطبيقات إلى جودة العمل الإعلامي، وبالإمكان ممكن مشاركة الآخرين سواء على منصات الشبكات الاجتماعية أو حتى وسائل الإعلام. كذلك تطرقنا إلى معايير الإنتاج الإعلامية في صحافة الموبايل، متمثلة في كيفية اختيار الأفكار، كيفية الكتابة. هنا الكتابة الصحفية واحدة لكن تختلف بحسب الوسيلة، تسجيل الصوت، المونتاج، أهم التطبيقات في هذا المجال. وأيضا عرجنا إلى موضوع التحديات التي تواجه صحافة الموبايل. المنتدى رائع بوجود كوكب كبير من الإعلاميين العرب، يتبادلون أفكارهم، يقدمون أفكارا جديدة. بالنسبة للندوة التي قدمتها كانت بعنوان الإعلام لإدارة، أو الإعلام يدير العالم إذا صح التعبير، وهذا العنوان معانيه كبيرة، لأنه حقيقة ما نشهده على الساحة العربية والعالمية بأن الإعلام قادر على تغيير نمطية معينة بالأفكار، قادر على خلق أفكار جديدة، وقادر على التأثير على الجيل الشاب خاصة بشكل كبير. لذلك يجب أن نتماشى مع هذا التطور الحاصل، وخاصة بموضوع الإعلام وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي كله يصب بمصلحة هذا الإعلام. يعني كل منتدى يعني ينظم يعطي دفعة كبيرة أيضا للإعلام لتغيير ما، لرؤية جديدة، ومنتدى مسك للإعلام قدم الأفضل اليوم، وبوجود شخصيات خبيرة بالمجال الإعلامي وأيضا إعلاميين لديهم خبرة كبيرة وجيل شاب يتبادل هذه الأفكار. أنا مبسوطة جدا للمشاركة في المنتدى ده، لأنه منتدى مسك بيقام في مصر لأول مرة، بصفتي مصرية جدا مبسوطة من الشكل المشرف اللي طلع بيه. مش بس المنتدى معودنا على كده على طول، وحتى الحضور، يعني الأعداد اللي جت النهاردة وحضرت واهتمت، بجد مبسوطة وفخورة إنه المؤتمر الكبير ده بيقام في مصر. اهتمام المنتدى والتركيز على جوانب كتيرة تتعلق بالإعلام شيء مهم، تفاعل الحضور والمشاركين والمحاورين مع اللي بيحصل في المنطقة كمان شايفاه مهم جدا. أنا سعيد إني أنا أكون معاكم. أولا منتدى مسك للإعلام، هذا المنتدى الثقافي الجميل اللي من خلاله كثير من الشباب ممكن يبدون يناقشون قضاياهم الخاصة تحديدا، لوجود عوائق انت عارفتها في الوسط الفني موجودة تعيق الفكر المتطور دائما وأبدا. أنا كفنان دائما أحب أني أتواصل مع الجيل اللي هو بعدي، خصوصا أني أنا عاصر جيل الرواد، والآن أنا عاصر الجيل الشباب الصغير. الجيل الصغير عنده قنواته الخاصة وعنده فكرة الخاص ويحب يناقش القضايا اللي جدا مهمة. أنا أعتقد كفنان أن السوشيال ميديا والقنوات الديجيتال بلاتفورم أصبحت تناقش قضايا أكثر جرأة وطرحا من القنوات الأخرى. ليش؟ لأن القنوات الأخرى إلى الآن متمسكة بالجهاز الرقابي اللي هو نعتبره ما نقدر نتطرق فيه حق أي موضوع، واللي هي تعتبر تابوز أيضا. أنا مصر على قضية العادات والتقاليد والدين، بالنهاية إحنا نقدر نناقش قضايانا بأسلوب جدا محترم وأسلوب جدا مهم، وتوصيل رسالة مهمة
جدا من خلال قنواتنا هذه. التوقيتات كل حاجة منضبطة جدا، الأورجنايزيشن كل حاجة ماشية حقيقي على مستوى عالي، الجلسات كلها المحتوى بتاع الجلسات استمتعت جدا بكل الجلسات، بالمعلومات اللي اتقالت واللي اتطرحت والمواضيع اللي ناقشناها في الجلسات المختلفة. حاجة تشرف، حاجة أنا سعيدة أنها موجودة في بلدي وبتمنى أنها تحصل كل سنة بصراحة. يعني مهم جدا أن إعلاميين من المنطقة العربية جنسيات مختلفة كلهم مجتمعين جم من بلدهم علشان يحضروا منتدى مسك للإعلام، بنتكلم عن مواضيع في كل مجالات الإعلام مهمة جدا للشباب، إزاي ممكن إحنا نساعدهم أن هم يكتشفوا الفرص المتاحة ليهم، إزاي ممكن نطور من مجال الإعلام في بلدنا. فدي حاجة مهمة جدا طبعا ولازم يحصل، ولازم نتكلم في المواضيع دي ونناقشها ونشوف إيه اللي ممكن نعمله وإيه اللي نحسنه، شيء مهم جدا طبعا. المبادرة من مبادرات مسك، ومسك هي أم الإعلام الجديد عندنا في السعودية، هي اللي رعتنا، هي يعني من 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 الصدف إن أول إعلان أنا سويته كان في 2012 كان مع مسك، فهذه من أكبر الأشياء اللي تحمس الصراحة للظهور وتحاول انك تكون تضع بصمه في هذا المكان اللي جمع شيئين، مصر اللي هي انا بالنسبه لي اعتبرها مدرستي في مجال الاعلان، ونفس الشيء مسك اللي علمتنا الكثير وهي اللي طلعتنا لهذا المجال. اول رساله المنتدى وصلها حتى من قبل ما نحضر، فكره وجود منتدى تحت رعايه السعوديه من القاهره، حتى المنشنتات اللي تناولت التغطية كلمة من القاهرة في صحيح صحف أقاظ والمدينة والرياض كان ليها معنى كبير جدا عن فكرة التناول المحتوى العربي بشكل عام، مش محتوى محلي فقط لكن القضايا العربية اللي بنتناولها والإعلام بتاعنا بيتم رصدها سواء كان هنا أو في أي دولة عربية أخرى، وده أعتقد أن ده كان هدف مباشر واضح جدا لأي حد حضر المنتدى. الورش كانت لحد ما كانت متماشية جدا مع جميع الأسئلة اللي بتدور في ذهنك عن الشغلانة رايحة لفين، الإعلام ماشي ازاي، التطور المصاحب لفكرة صحافة المواطن، ان الوقت الموبايل بقى هو الأداة والفيديو بيرتفع أسهم يوم عن الآخر، اللي هو بيتناول جزء كبير من الاهتمام الإعلامي انه يوصل الرسالة ما بين المتلقي. ده كان من أهم الورش اللي اتناشت النهاردة. أنا سعيد بالمشاركة النهاردة وسعيد بالجمع الغفير اللي موجود هنا من جميع العاملين في مجال الإعلام من مختلف وسائل الإعلام والمحطات ومختلف الصحف، وطبعا ده بيعمل حالة من إن التواجد الناس ديت في المنتديات بيخلق حالة من الحوار، حالة من النقاش حوالين تحديات الصناعة ديت وإيه سبل إيجاد حلول لهذه التحديات للوصول إلى الإعلام اللي احنا منور ليه كوسيلة لبث الإنارة، إنارة العقول وتوعية الفكر. ده منتدى رائع بطرح مواضيع مهمة، قضايا مهمة ملحة صراحة مع العصر والعولمة والتطور التكنولوجي اللي منعيشه هلا، تنظيم رائع، حتى الجلسات فيها قضايا ومناقشات رائعة جدا، كثير مبسوطة أنه أنا أكون في هذا المنتدى. We'll be right back.